اشرب اي مفعل كودك تلعب كودك تسمر انت ما عندي رياضه واضح الجسم كم لك تمارس الرياضه؟ اه هي ما تبون تركضون وتعدون صح؟ لا والله اشهد انكم مجرم تعال تعال سلمت ايش فيه؟ وش تسوي؟ انت وكاسه تقول برا كيف ود بابا هذا؟ ماشي يا خالي لا لا خلي تبي حشوة ماشي يا خالي أخي تبغى ندور له ثياب ولا شيء أكل حس فيها تعال تعال أنت حطيت لهم رجلة الله يطاح العبارس هذا طافع ها؟ اي والله هذا طافع ها ويخليك على راحات غير اي يا خالي شد 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 صدق شد شد صدق هذا انا شد صدق لا والله العظيم لا تستهبل والله انه اخرج فارس يا فارس ابشر بعزك يا محمد ها تعال يا فارس تعال نواف هذه اللي بحسب في حسابها راح ها هو لنا تعال ليش؟ عندي انا خليك كلكم العبوا يلا 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 مغطي علي يلا لكم ساعه ونص لعبه عندكم يلا روح استاذ لا ساعه ونص العليا اللعبه عندكم علي شويه ماني قديمي ها؟ قديمي ما قديمي يا الله 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 والله يا جماعه تعال وين ما خليت علاج من قبل عاد انت امشي والله علاجك الله يستر عاك اول ما تخش تلقاها على يسارك عند السرير اخي انا بسوي معك فقره تحقيق بسوي نفس حركه هذا اللي يجي زي كذا طيب انت ايش قاعد تسوي يجيك من هنا ويجيك من هنا اسمك ترتاح يجيك هنا يعاين فيك ثم وقف قدام انس يا ولد دم يحكيك من جد ليش ليش تهمه؟ من كفر الذبيحة ما قالت قدوها ها؟ بس دقيقة الذبيحة غادي تم مثل راعيها دقيقة بس عشان ايه؟ ابغى اشوفها هذه حلوة هذه واحدة ها؟ بعد هي بس الذبيحة الثانية فين؟ خلاص والله بس دقيقة خليني اغني طيب بندر كلمتنا البارحة عليها الذبيحة الثانية فين؟ والله مثل شكلها كلا شكلها طارة شوفوا زرفتها والله ويا بغيت انتهج عيت زوع القدام الله يصيب العدم والله يصيب الظروف والله يصيب الظروف اللي تجيب الله اعطينا وظيفه وش السر يا رجل ايش جاك ها ايش جاك؟ حلو عليك ايش دره؟ حلو لا بحطها هناك
علشان معنا لعبه ان شاء الله نقول يا رجل بنلعب وانت ضارب وانت لابس يلا يلا ما عليك قهوه يعني راح اذا تقهوي هنا الله يا سلام نجم الجمهور الاسبوع هذا اي والله سحب او نجم اربعة ترين انت بندر اي والله نزل علي والله تعال تعال يا بس خليني ادي تعبان خليني بندر تعال يبغالنا مكان نعلق فيه ال يلا انا ندمته بشمالي موجود الحب خلاص بدكم ايش عندك في الدولاب من اكل ما اتوقع ما علينا نلعب الحبل ونلعب ذي نعلق ذي شوف بعدين كذا تسوي كذا شوف اليد هذه خليها هنا ليش ما تخلي حصى صدق انت لا يبيع سر في هذه كذا بيضاجه هاكم قريب ما جذبها بيضاجه بيض الله انجزت انجزت ما قصرت ما قصرت اهم شيء الشرح عم الله عنك يا رجال عاد اشرح يا رش فيها شيء شوف ها وكاله بس حدانا خليها تلبق دون ما طالع فيها ليش ديتش بالذات كفو يلا واجه قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله قولوا عليك ما شاء الله انا يعطيناك عيني عندك شغل تلبق اه باص عيون باص عيون ندري الثالثه ثالثه متى انس يقول المايك اللي طافي من يوم يومه متى يجي ويجي ويجي ويشغل المايك المايك فين شغله المايك اللي عندي انا اليوم شغالي يا سلامي على اللي يا سلامته علي رده كان دق الحجار تحت ويره يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله الشباب اليوم بيكون عندنا إن شاء الله لعبة وعليكم السلام ورحمة الله بيكون عندنا لعبة